السلام عليكم يا البنات، في فيديو جديد. اليوم جينا نديرو مع بعض واحد الكور تاع الكريستال كما تشاهدوا في الصور. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي. بالنسبه لهذه الوصفه اخترعتها من راسي باسكو هذيك لاموس تاع الكيت كات جاتني شغل تتوالم مع لافخيز وبنينه. الوغ راح نديرها. قلت لكم هذاك النهار قلت لكم خدت لكم ثاني في سيرسو صغير، ماشي لازم ديروها غير في كيسه، تقدروا ديروها في كور ولا تقدروا ديروها في اطار، يعني في سيرسو ماشي لازم يكون عندكم هذا الليمون تاع السيليكون. اي اطار عندك مدور كاري قلب ديري فيه عادي. هذه الوصفه واش نحتاجوا يا البنات؟ راح نسبق ندير كوليد دو فريز. قبل ما نبدا الوصفه نقول لكم البنات اللي راهي انتريسي حبت تتعلم الحلوه، الحلوه حلويات يعني حلويات تقليديه والعصريه، كاينه تحبوا تشتركوا في قناه صديقتي، كاين اللي يعرفوها على بيبي، كاين بزاف اللي يعرفوها. قناه تاعها اسمها حلويات ورده، حلويات ورده. دوك نخليها لكم في اخر الفيديو، دير سبيسيال حلواجيه هي، تجي تخدم لي كوموند ودير مام ورشات. اللي حبت تدخل تابونيها تابونيها. السلام عليكم ورده كيما يقولوا، راكي تشوفي جاستاق الفيديو تاعي. الوغ نبداو في الوصفه واش نحتاجو. راح نديرو كولي دو فريز. هاد الوصفة درتها ديجا، درت لها معاكم كولي دو فريز ديجا، درتها لكم في واحد لي بيغين. الوغ واش نحتاج؟ عندي رطل نص رطل ولا 300 غرام، سا ديبون توش حبيتو تاع الفريزة. انا درت 300 غرام تاع فريز مقطع و 3 مغارف كبار سكر كريستاليزي، نحطوهم على النار ونخلوهم يطيبو. نقعد نحركو فيها حتى يبدا يدوب، بعد كي يبدا يدوب السكر راح يطلق لنا شويه الماء. بعد كي يطلق لنا الماء كما قلت لكم ديجا في الفيديو السابق، الرغوه هذيك يتشكل حكمه مغرف ونحو هذيك الرغوه. هذا ما كان عصا بسيطه بالبزاف. ما بد ما يطيب هدية نروح ندير جيلاتين. عندي ورقه تاع الجيلاتين، هاي ديك الورقه الحجم تاعها، كاين طوال كاين قصار. هاي ديك الورقه تاعي كما راكم تشوفوا، هاهي ورقه تاع جيلاتين. نديرها في ماء بارد باش ترطاب، دوك ترطاب لي تمتم. نحاول نحي دوك الرغوه كما قلت لكم، ما نحبهاش، قلت لكم هي تقرص الحاجه، ما ملونها ما يوليش شباب. انا مادا بيا نخلي غير هذاك الاحمر. هكذا بعد مرور 10 دقائق وهو يغلي هكذا نطفي عليه. نحكم هذيك الجيلاتين، شوفوها تطرى كما نعرفو، نعصروها مليح مليح من الماء ونرموها هنايا. تحبو تميكسيو الخليط، تحبو تخلوها هكا، انا مانيش حابه الميكسي، راني حابه تقعد فيها هكا حبيبات حبيبات على باش كي نقطع لونطخومي تاعي. ان شاء الله تبعث لي لا فوتو هذا ما كان، باسكو هاد لونطخومي ماشي انا اللي حناكلها، تا صحبتي حديها الراجل. ها الوغ نقولها نبلص وجهي ونقولها بعتيها لي مقصور. ما سينو نتوما شاركوني في الجروب تاعي تطبيقاتكم وروني كيفاش قطعتوها كيفاش جاتكم. الوغ انا كيما قلت لكم حندير في الكريستال، تحبوا نتوما ديروا في اطار سيرسو كيما هذايا برك يكون كبير، ديروا فيه عادي. انا ننصحكم توجور كي تخدموا في سيرسو ديروا مونتاج انونفير، مثلا تسبقوا في لاموس ولا ديروا لانسير هذا اللي حنديروه باش ديروا لي لو بيسكوي، ماشي ديروا لو بيسكوي بعد ديروا لانسير بعد تختموها بلاموس. باسكو كي ديروا المونتاج انونفير كيما درت لكم، دوك نخلي لكم الرابط على لونطخومي اللي خدمتها انونفير، نخليه لكم في صندوق الوصف. تخرج لكم لا تاخت ممسوحه تزيروه، تحكموا هاد السيرسو تاعكم تزيروه بابي فيلم، تلبسوه هكا بابي فيلم وتقلبوه هكا، يا تقلبوه على وجهه هكذايا على اسم البابي فيلم هذا كيكون من تحت. ديروا كي ديروا لاموس باينه بلي حجيكم لي اسم الفوقه، فهمتوا الا استا قصدي. الله هنا راح ندير لانساق برك، هذا البابي غيتار ماشي لازم. بون على لاباز التحتانيه واش راح ندير؟ راح نديرها بكيت كات، كيت كات ملحيه على خاطر قلت لكم عجبتني مع موتا كيت كات، مانيش حابه نبدلها في لاباز ونزيد نضيف لها برك هذاك سيغ تاع لافخيز. الوغ اللي حبت دير جينواز صغيره ديرو غير كاس جوج حبات تاع البيض، دير جينواز صغيره وديرها هذي في لاباز، تقصها اصغر من الاطار ولا اصغر من المول اللي راح دير فيه. الوغ انا واش حندير؟ حنحكم هاد الكيت كات نرحيها، هاديك تروحو راح تولي اون بات هكذا. مادا واش تحكمو؟ تحكمو البابي كويسون ترسمو فيه
قلب يكون صغير شويه على الساسو تاعكم، تطاليوها بيان فوق. انا رحيتها شويه بزياده بصح معليش، لا حرج راح تجمد. زين ساعفها باسكو انا نخدمو بلا ساسو. بون نزلت وحده تسمى كلش، درت ثلاثه كيت كات. هذيك الساشيو ديك الساشيه تباع، هذوك نوريها لكم، تباع 27000. 27000 تجي فيها ثلاثه كيت كات. هذه اللي استعملتها. قال شي راجل ديك يا مرا من اللخطه ما تقوليش غاليه كيت كات. تحبي ديري بيان سي، تحبي ديري الجينواز ديري الجينواز. انا هاي ليك دوكا واش ندير، ندخلها المجمد ربع ساعه وراح ندير لاموس. دوكا لاموس واش عندنا؟ عندنا ربع صفار بيض، 200 غرام شوكولاتة، 100 غرام شوكولاتة بيض أولي يعني شوكولاتة بالحليب، و 100 غرام شوكولاتة سوداء خلطهم. عندي هنا 60 غرام تاع كريمة سائلة، 50 غرام تاع السكر، ربع ملعقة صغيرة شوية يعني هاكو تشوفوا شحال أبيبخي هايدي شوفوا ملح. وعندي هنا 340 غرام كريمة طازجة للخفق. دوكا واش ندير؟ شيكولا نديرها في بان ماغي. ودوكا ثاني واش ندير؟ نحكم هاد لاكريم ليكيد ولا لاكريم خاش، نطلعها فونتيي. شوفو كيف طلعتها، ما طلعتهاش تبدا تطلق الزبدة تاعها هكذا، هايديك تطلع في الشغل بصح هكذا. دوكا ندير الصفار، السكر، نعاود لكم كيما العاده كامل الزانغريديون في صندوق الوصف اسفل الفيديو. نخلطهم بالفوي حي بياضو ديجا هكذا. انا ما ضربتهمش كامل بزاف، راني ضرب عيانه، راني نخدم على 12 تاع الليل. واش نديرو؟ نديرو لاكريم هنا، لا فاني دوك نديرها. بعد هادي نصبوها لهنا ونديروها تغلي على النار. تقدروا تخلطوا بهذاك الخوي اللي كنا نديروا به، انا باش ما نجرحش الكسرونة هذا ممكن كان هاي ليك. نبقى نحرك فيها 4 دقائق على النار ونقص لها بيان سور باش ما يطيبليش البيض. دوكا ضفيه الفرن، نجو نضيفوا لها شوكولا اللي ذوبناها ونخلطوا رابيدو. نخلطهم هكذا كي يمتزجوا مع بعض. شويه نشعلها النار ماشي بزاف. ماما نشوف فيها ما تحتاج اني نرد نشعلها النار هكذا، بركه ثاني مليحه سي بون. شوفوها دوكا نجي نفرخها على دفوعات. هي خمس طريقة تخلط هكا، دورو في شغل هذا ما كان حتى تكملو كامل الكمية اللي عندكم. هكذا بعد نزيد الدفعة الأخيرة ونخلط بنفس الطريقة. دوكا هام لي بريباراسيون تاعي لي جمدت صح، مش حتقعد قاعد جنب هذيك كانت كونجيراتا. وهاوليك هذايا ثاني نحيت له هذايا من قبل، هذا يتنحى كيف كيف فاسيلمون هكذا. المهم إلا مدتوش هاد البابي غيتار تنحى هذي حكمو موس جوزو هكا من الأطراف.
سمحوا لي ما كانتش بان نحيد العباش بابي جيتار هذا ونعموس حيدك بيان سور سي توريك هاكم في ما خلطها وهاب ليك الملتاي نفرغ شوية من العموس نزربحها هكا مليح ونطلصها باش ما تخلي لي حتى فراغات حتى نبابل معاك دوكا نديرو داك لانسيغ تاع الفريزا هكذا نزيدو شويه لاموس دوكا هكذا نحطوها هكذا ونغرسوها لداخل ونديروها تجمد بيان سي نغطوها بابي فين باش ما تتعرضش للروائح اللي يكونوا في الكونجيلاتور ونعاودو نولو غدوة ان شاء الله دوكا راح نديرو كلاصاج تاع القطيفة بالنسبة للكلاصاج كيما قلت لكم ديجا كنت درته وشاركته معكم عندنا قد زبدة الكاكاو قد الشوكولا البيضاء ندير 150 هنا قد ندير 100 غرام انا كي تقعد لي كي يقعد لي هذاك الليكيد واش ندير نخبيه في باطا ما نعاود ندوبو فيه باه ماغي نعاود نستعملوه يعني الا قعد لكم هو ملوه نخبوه نخبوه برا الوغ قلت لكم عندكم قد ها شوكولا البيضاء قد ها زبده الكاكاو كاين زبده الكاكاو هاديه وكاين هاديه قلت لكم ديجا باش كي تشوفوها ما ترهبوهاش هادي تاع الخارج الوغ واش نحكمو نحكموهم نحطوهم في حمام مائي وندوبوهم ومن بعد كي يذوبو نعاود نخليهم يولو تياد ما نخليهمش سخونين بزاف باش يشدو نافق لونطخومي تاعنا دوكا هايليك بعد ما دابت نجي نضيف لها الملون حتى نتحصل انا على اللون اللي راني نحوس عليه هايليك لاباراي تاعي ياسر كرام هي الميار ما نكتبش عليكم هي الميار ونخلط حتى نتحصل على اللون اللي راني نحوس عليه هكذا من بعد واش نديرو نخلوها تولي تياد كما قلت لكم انا نقيسها بالترمومتر كل واحد كيفاش ماشي لازم تقيسوها هي انا هاد العفسه قالها لي واحد الشاف لازم تلحق درجه حراره 40 هذا غادي نقيسها بالترمومتر كي تبرد نصفيها ونديرها داخل القرعه صفوها باش ما يكون فيها حتى تخشى وتبوشي لكم لاباغال تاعكم هلا كامل هاد الجوانب تاعها عندي موليها دوكا هاي لي فونطخومي درت انا في هاد الطبسي لي دور باش ندورها نديرها ندير لها كاع لي كوتي تاعها و يا من المستحسن تحكمو بلان دو ترافاي تاعكم كامل تغرفوه بساشي باش من بعد هاديك ينقص عليكم كيما قلت لكم ديجا هي تكون فيها البلوس و الموان بلوس و الموان نتوما ديروها في الوسط باش ما ديروهم لا رقيق بزاف لا خشين بزاف بسم الله
وبعدوها توجور ما ديروهاش لاصقه لاصقه فيها هكا، بعدوها واحد نص متر هكا كله. بسم الله. مرة هذا مهمة ما تمسوهاش، خلوها هنايا حتى تنشف القطيفة تاعها باش تنحوها، خلوها واحد 5 دقائق بلا ما تمسوها. هذه الفونكسيون تاعنا واجده كما كنتو تشوفوا، طريقه سهله بسيطه ما خداتش ما نبقى معنا الوقت بزاف، وشابه تقدروا ديروها لرجالكم كما العاده. توجور نقول لكم ما تنساوش يا البنات ديروا لنا جيم في الفيديو وتشتركوا في القناه اللي مش مشتركه، وبقاو على خير، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.